أحبتنا عبر شاشة تلفزيون قطر في هذا الصباح الجميل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللقاء جديد يجمعنا وياكم على المحبة والمودة في برنامجكم اليومي من صباحات الدوحة من 9:30 حتى 11 ظهرا بتوقيت الدوحة. حياكم الله أحبتنا في لقاء جديد، وفي الضحى دائما يستقبلكم بابتسامة عريضة، بتفاؤل، بإيجابية، بمواضيع مختلفة من خلالها تعود عليكم بالفائدة، وأيضا تخليكم في صورة عامة لكل الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تقام في الدولة. اليوم راح يكون التقديم فقط من جانبي وزميلي حسن الساعي اليوم في غياب بسبب وعكة صحية، نتمنى له الصحة والعافية وإن شاء الله قريب يرجع لنا، ونتمنى أن الجميع يدعو له بموفور الصحة بالتأكيد. أحبتنا مع هذا الموضوع على موضوع الصحة، حابة نبتدي مشوارنا اليوم بالحديث عن هذا الموضوع. أكيد الصحة نعمة ولازم الكل يحافظ على صحته من خلال العديد من الأمور، وإحنا دائما نتكلم عن هذه المواضيع من خلال ممارسة الرياضة، من خلال الأكل الصحي، وأيضا لو حسيت أنك تعبان من أمر معين لا تغفل عن هذا الموضوع وتخليه يتفاقم وبالتالي يكبر تدريجيا وممكن يكون عواقبة وخيمة، وبالتالي يكون العلاج أكبر من ذلك. من تحس أنك تعبان أو تحس أنك تعاني من أمر معين توجه إلى المركز الصحي أو إلى العيادة، فبالتالي تكشف على نفسك وتتعرف عن سبب هذا الألم أو هذا العارض الصحي.
يعطيهم العافية مؤسسة حمد الطبية وأيضا مؤسسة الرعاية الصحية وجميع المراكز الصحية اللي دائما موجودة لتقديم الخدمات والرعاية لكل من يحتاج الكشف الرعاية الصحية، أيضا من خلال الكشف المبكر على بعض الأمور ممكن أنها يتجنبنا أن احنا نتعرض للأمراض وكثير من الأمور. أطفالكم جزء مهم من الرعاية، أن احنا نهتم أيضا بأطفالنا خاصة مع هذه الفترة لأن درجات الحرارة في ارتفاع. كنا في فترة فصل الشتاء وكانت الأجواء باردة، والحين الأجواء بدأت تصير حارة، فبالتالي لازم يكون في اهتمام أن مع تغير درجات الحرارة راح تزيد الأمراض، والله يحفظ الجميع. لازم تحافظون على عيالكم، نوعية الملابس، نوعية الأكل، لأن الأكل يلعب دور كبير في موضوع الصحة. ونتمنى موفور الصحة لكل الأحبة وكل من يتابعنا، وإن شاء الله يا رب الصحة والسلامة أيضا لمن يرقد على سرير المرض. يا رب تقومون بالسلامة. وأحبتنا بداية هذا المشوار من خلال هذه النصيحة اللي نقدمها للجميع يخلينا ننتقل مباشرة إلى جولة الأخبار. نبتدي وياكم أول جولاتنا مع الصحافة المحلية الأربعة، بداية مع صحيفة الراية. قطر تحقق إنجازا علميا جديدا، وأكيد هذا الإنجاز يشرفنا من خلال تحقيق قطر إنجاز علمي جديد، ذلك من خلال فوز عضوي النادي العلمي المخترعين راشد الإبراهيم وعدنان النعيمي بميداليتين ذهبيتين في معرض جنيف الدولي 43 للاختراعات. وفي حلقات سابقة أحبتنا تطرقنا لهذا الموضوع عن مشاركتهم وشروط المشاركة. كان الاختراعين أولهم الركبي الآلي والجهاز أجراي جرين. يعتبر معرض جنيف أحد المعارض العريقة والمهمة للمخترعين في العالم، حيث عرض فيه أكثر من 1000 اختراع من 45 دولة. وأيضا أحبتنا من خلال هذا الخبر يخلينا نشعر بالفخر وأيضا بالعزة، لأن الكثير من أبنائنا عندهم القدرات، عندهم المواهب، عندهم الكثير من الأمور ونقطة الإبداع اللي موجودة عند كل واحد منهم من خلال هذه الاختراعات وهذه المشاركات في المعارض الدولية ورفع راية قطر من خلال هذه الإنجازات. لازلنا مع جريدة الراية ومع افتتاح الشارع الثاني لقطر في اسطنبول. افتتح سعادة السيد سالم بن مبارك الشافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية أمس شارع قطر في حي صرير. يعني كل اللي راح يتوجهون لقضاء الإجازة في تركيا راح يكونون موجودين في هذا الشارع، أحد أفخم وأرقى أحياء الشطر الأوروبي من مدينة اسطنبول المطلة على البوسفور، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الدوائر الحكومية وبلدية اسطنبول الكبرى والدبلوماسيين ورؤساء البعثات القنصلية العربية في اسطنبول. جميل هذا التعاون ما بين دولة قطر وأيضا ما بين تركيا تحديدا من خلال تسمية الشارع بهذا الاسم. خلونا ننتقل إلى جريدة العرب وهذا الخبر. 17% ارتفاع متوسط العائد على الغرفة الفندقية ذات الخمس نجوم و841 ألف زائر للدولة خلال الربع الأول. هذا يخلينا نقول أحبتنا أن العديد من الأنشطة اللي تقام في دولة قطر وأيضا الفعاليات خاصة في فترة الإجازة الفصلية للطلبة والطالبات ساعدت أن الكثير من السياح، نقلنا الخليجيين أو العرب وأيضا الأجانب منهم، استقطبتهم هذه الفعاليات للتوجه إلى دولة قطر لقضاء الإجازة. قالت الهيئة العامة للسياحة أمس أن عدد زوار الدولة نما خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 11% مقارنة بنظيره من السنة الماضية، وصولا لمستوى 841 ألف زائر. ذكرت الهيئة في بيان صحفي ارتفع عدد الزوار القادمين من الأمريكيتين بنسبة 17%، من أوروبا بنسبة 9%. يعني الموضوع ما يقتصر فقط على الخليجيين والعرب، بل أيضا تعدى إلى الزوار من أوروبا وأمريكا أيضا ومن مناطق من آسيا الأخرى بنسبة 7% مقارنة من الربع الأول من 2014. ولازلنا أكيد نطمع بالعديد من الفعاليات اللي ممكن تستقطب الكثير من الزوار إلى دولة قطر.
ننتقل الآن إلى جريدة الشرق. ردود أفعال إيجابية بين الطلبة والتربويين، ترحيب كبير بقرار إلغاء الاختبارات الوطنية في المستقلة. بالتأكيد راح يكون في ترحيب كبير من الطلبة اللي طبعا سابقا كان عندهم نوع من التخوف من هذه الامتحانات، لكن قلل من الضغط عليهم من خلال هذا القرار اللي لاقى قرار المجلس الأعلى للتعليم الخاص بإلغاء الاختبارات الوطنية لكافة المراحل التعليمية واقتصارها فقط على الصفوف الثالث السادس والتاسع، ولقى قبولا كبيرا بين أوساط التربويين أولياء الأمور والطلاب، وسادت حالة من السعادة بين شركاء العملية التعليمية بعد صدور هذا القرار الذي طال انتظاره منذ سنوات مضت، ومطالبة العائلات والأهالي بإلغاء تلك الاختبارات التي كانت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل الأسر والطلاب. طلبتنا الحين ما عندهم أي عذر، وأيضا بالنسبة لأولياء الأمور والتربويين أيضا خف الجهد عليكم، فبالتالي لازم يكون التركيز على المواد الأخرى بحيث أن أنتم دائما تكونوا متفوقين وتجيبون الدرجات العالية، ونتمنى لكم كل التوفيق. نبقى مع جريدة الشرق. 30 مخالفة ضمن قانون المرور، 6000 ريال غرامة السير عكس الاتجاه وقطع الجزيرة الوسطى. تغيرت القوانين بالنسبة لإدارة المرور والدوريات، وتم سن العديد من القوانين، وذلك حفاظا على سلامة الجميع وللالتزام بهذه القوانين اللي في النهاية راح تنصب لمصلحة الجميع. أصدر قسم الإعلام والتوعية المرورية دليل المخالفات المرورية الخاص بالمركبات خفيفة، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها القسم للحد من المخالفات والحوادث المرورية. تضمن الدليل 30 مخالفة ضمن قانون المرور، تتراوح المخالفة من 300 إلى 6000 ريال قطري. أيضا حجز السيارة في بعض الحالات، أما النقاط المخصومة فتتراوح ما بين 3 نقاط و7 نقاط. ننصحكم بالتأكيد بالاطلاع على هذا الدليل حتى يكون عندكم وعي أكثر بالنسبة لهذه القوانين، وأولا وأخيرا لازم يكون عندكم وعي ثقافي وثقافة مرورية بأهمية الالتزام بهذه القوانين، بداية بحزام الأمان، عدم السرعة، الالتزام بالسرعة المحددة في الشارع، وأيضا عدم التجاوز. ونرجع وياكم أحبتنا لأخبارنا، لكن هالمرة ما راح تكون أخبار محلية، راح نروح للأخبار العالمية من خلال هذا القرار، حيث قرر أب أن يخرج من دائرة الحزن واليأس التي يعيش فيها منذ ولادة طفله البالغ من العمر نحو عام تقريبا، يعاني من مرض متلازمة داون، اللي من خلال هذا المرض يعاني الشخص من بعض المشاكل قلنا الذهنية وأيضا البدنية، فقام بعمل أراد من خلاله أن يبث فيه حب الحياة الدافعية في تحقيق أحلامه، فحوله إلى بطل خارق يطير، واعتمد الأب الذي يعمل مصورا محترفا على برامج الفوتوشوب ليصنع كتابا لطفله الخارق بينما يطير في السماء، ليمنح طفله عندما يكبر طاقة قدرة على مواصلة حياته، بحسب صحيفة إحدى الصحف البريطانية. أحبتنا من خلال هذا الخبر نقدر نقول لكم أن مجرد إظهار الإبداع في طفلك وأيضا شعوره أو إعطائه الشعور بأنه ما يختلف عن غيره من أقرنائه الأصحاء اللي معانون من أي أمراض، بالعكس بإمكانك أنك تكتشف إبداع ابنك قدراته. لذلك راح يكون عندنا فقرة اليوم نتكلم فيها عن أحد المبدعين، وبالتحديد طفلة عمرها 9 سنين عندها موهبة وقدرة جدا جميلة، لذلك خلكم ويانا إن شاء الله راح تتعرفون عليها هذه الطفلة المبدعة من خلال برنامج في الضحى. العطر، من منا ما يحب العطر وريحة العطر، وأكيد العطور مختلفة وكل واحد على حسب شخصيته أي عطر يحب. يعهد البعض إلى وضع العطور من منطلق أن تفوح رائحة طيبة منهم عندما يخرجون من المنزل، لكن توصل العلماء مؤخرا إلى أن العطور تجعل الإنسان أجمل أصغر سنا في نظر الآخرين، بل يمتد الأمر إلى أنه يظهر كونه أكثر مهنية وإتقانا للعمل. تؤثر العطور على الإنسان بشكل شبه واعٍ، وتعمل على تغيير الكيفية التي تنظر بها إلى الآخرين، كما ذكرت صحيفة The Indian
تايمز. يعني كل إنسان وشخصيته، في ناس يحبون العطور اللي تكون نوعا ما قوية، أو في ناس يحبون الزهور والعطور الخفيفة، كل نوع على حسب شخصيته. يعني الإنسان الهادي أتوقع أنه هو يحب العطور الهادية اللي تتناسب مع شخصيته. خبرنا هذا اللي راح أذكره لكم نوعا ما في نوع من القسوة، ويمكن نقول أن معدوم من المشاعر نهائيا. وللأسف صحيح أن المرأة يطلق عليها المرأة الضعيفة اللي دائما تحمل كثير من المشاعر، لكن في هذا الخبر راح يكون العكس والنقيض على اللي أقوله. جبروت زوجة كان هذا عنوان هذا الخبر اللي بقوله لكم. قامت سيدة من أمريكا الجنوبية بسجن زوجها اسمه بابلو من خلال سلسلة يديه ورجله في كوخ صغير لمدة عامين كاملين في قرية هوايان بيرو. وكانت تعامل زوجها اللي عمره 86 عام أسوأ بكثير من معاملة السجين. وتوصل رجال الشرطة إلى الزوجة السجين بعدما ترددت الكثير من الإشاعات حول وجود رجل هزيل وضعيف جدا لدرجة الموت محبوس بالكوخ. خبر مش سعيد نهائيا، وخبر يخلينا في نفس الوقت نستشعر مدى إنسانية البعض ومدى قسوة البعض الآخر في موضوع التعامل مع غيرهم. فما بالكم مع هذه الزوجة اللي تعاملت بهذه القسوة مع زوجها، الله يهديها. أحبتنا كانت هذه جولة أخبارنا اللي من خلالها أخذنا جولة سريعة على أخبارنا المحلية وأيضا العالمية. ننتقل وياكم إلى سؤال حلقة اليوم، وودنا الجميع أنهم يشاركونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا السؤال. وأيضا السؤال يتكلم عن مواهب وقدرات عيالكم. من خلال هذا السؤال نقول ما هي سبل تشجيع مواهب الأبناء وتنميتها؟ ما هي سبل تشجيع مواهب الأبناء وتنميتها؟ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تويتر، وأيضا الانستغرام. حياكم الله أحبتنا، كل اللي حابين أنهم يشاركونا من خلال هذا السؤال والإجابة عليه، ما عليكم إلا التواصل من خلال وسائل التواصل لتلفزيون قطر. ويا هلا ومرحبا بالجميع. الحين راح يكون عندنا فاصل، ومن بعده نبتدي مشوار حلقتنا. عودة للتواصل معكم من جديد أحبتنا، ونقول صباح الابتسامة والإيجابية على كل الأحبة في كل مكان وكل من يشاهدنا حاليا. أحبتنا راح نروح مباشرة إلى زميلنا عمر الشمري الموجود في فندق سانت ريجز، وراح يعرفنا عن سبب وجوده هناك. صباح الخير يا عمر. صباح النور والعافية أختي أسماء. طبعا بداية صباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدين الكرام، الله يعطيكم العافية ويصبحكم بالخير. متواجدين في فندق سانت ريجز لتغطية فعالية مهمة حقيقة تقام الآن في الفندق، وهي فعالية استفتاء الصحافة العربية والاتحادات العربية للصحافة الرياضية. طبعا هذا الاستفتاء يقام تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. مرحبا، المزيد عن هذا الموضوع نرحب بالأخ مبارك البعينين. مرحبا ومسهلا فيك. مرحبا أخوي، وبالعكس شرفنا يكون تلفزيون قطر معانا في هذا المحفل الكبير إن شاء الله. أخوي مبارك، تكلمنا عن أهداف هذا الاستفتاء. طبعا أهداف الاستفتاء، أول شيء تجمع كبير لكوكبة كبيرة من الإعلاميين في اتحادات الصحافة العربية، وفيه نائب رئيس اتحاد الصحافة العالمية ورئيس الاتحاد الأفريقي، فراح يكون له مردود كبير مو بس في 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 الصحافه كصحافه مرئيه، صحافه مرئيه او مقروءه او مسموعه، او حتى في 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 السوشيال ميديا بتكون لها تغطيه كبيره لهذا الفعاليه. راح يكون استفتاء لافضل رياضي، افضل رياضيه، وافضل منتخب. في نفس الوقت راح يكون تكريم شخصيه عربيه وتكريم افضل مسؤول اعلامي. مبارك، أهم الأهداف المرجوة من هذا الاستفتاء؟ طبعاً راح يكون في جدول معين للاستفتاء، فيه
عندك راح يكون تدشين نادي الريان اللي هو يكون له زخم كبير بحكم يعني نادي الريان له محبينه ومعجبينه من 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 جميع اعضاء الدول العربيه. طبعا راح يكون عندك هذا استاد ريان بيكون استاد لكاس العالم. بعض الدول طبعا يكون فيها تدشين لنادي وناديين، بس ما شاء الله دوله قطر سباقه في 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 اعمال المشاريع الكبيره اللي تكون لها دعم كبير من الدوله. راح يكون عندنا ان شاء الله الحدث راح يكون في يوم 22. راح يكون بعد في حدث ثاني اللي هو الندوه، اقامه ندوه لاتحاد العالم تحديات المستقبل. راح تكون لها طبعا شويه طابع اكثر، في لها شويه جو غير عن 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 الاستفتاء. اذا اخوي مبارك، هذا الاستفتاء اكيد بيستمر يعني لاكثر من يوم، وكيف تجري يعني سير المجريات الامور في سير الاعمال؟ طبعا اليوم بدات امس وصول الاعلاميين دوله قطر. اليوم بيكون بدايه الاستفتاء الصباح لتكريم افضل رياضي وافضل رياضيه ومنتخب عربي شخصيه عربيه، وبعد راح يكون في تكريم للرواد القطريين في 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 اللي هم اشتغلوا او عملوا في دوله قطر، وبعضهم طبعا قطريين واكيد، وبعضهم بيكونوا من 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 دول مختلفه. طبعا في نفس اليوم في الليل ان شاء الله راح يكون في ندوه لتحديات المستقبل، راح تكون لها شويه طابع غير عن عن روح الجو. يعني مفاجاه تكون شويه غير، يعني احنا حبينا دائما يكون عندك تغيير في طريقه الطرح وطريقه العمل. طبعا اليوم الثاني راح يكون اليوم حافل، اليوم الثاني راح يكون فيه زياره لملعب الوكره والاعمال المصاحبه له للاعلاميين، راح يطلعون على سير الامور في 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 مشروع ملعب نادي الوكره. بعد راح يكون عندك في نفس اليوم اجتماع اللجنه التنفيذيه لاتحاد الصحافه العربيه، وبيكون طبعا تدشين نادي الريان في في بيكون غدا ان شاء الله، فبيكون جدول شويه مضغوط. اخوي مبارك، بما انك انت ذكرت الصحافه، كيف جاءت مشاركات الصحافه المحليه القطريه في هذه الاستفتاء؟ ما شاء الله، يعني احنا عندنا اول شيء الاستفتاء قبل لا اليوم مثلا يكون طبعا الاستفتاء، لكن صار في بدايه شهر 4 كان عندنا عضو او نائب رئيس الصحافه العربيه الاخ عبد الله طالب المري، طبعا كان عضو في 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 لجنه الاستفتاء، وطبعا طرحت اسماء 11 اسم، وبعدين طبعا اليوم راح يبين من هو الشخصيات اللي راح تكون سواء افضل رياضي رياضيه او منتخب عربي. بس بالعكس كان يعني فيها حياديه كثيره. طبعا احنا بالنسبه لنا يهمنا انه يكون الحدث هذا له بصمه كبيره، لان عندنا ان شاء الله استضافه قادمه السنه الجايه. اكيد، وبخصوص الاستضافه وبخصوص الرياضه، احنا دائما يعني نلاحظ اهتمام كبير من القياده ومن دوله قطر في الرياضه وفي كل ما يخص الرياضه، بالخصوص ان الدوحه اصبحت الان هي عاصمه الرياضه. كيف يخدم هذا القطاع الرياضي مثل هالاستفتاءات مثل هالفعاليات، كيف تخدم القطاع الرياضي في الدوله؟ طبعا اول شيء دوله قطر يعني ما شاء الله ما قصرت دوله، يعني احنا ما نقول كقطريين، لكن سبحان الله يعني جميع المنشآت الرياضيه الواحد لما يشوف يفتخر، لما يسافر برا يشوف المشاريع اللي عندنا على اعلى المستويات، المسؤولين يكونون هم ما شاء الله يعني يواكبون الحدث، فعندنا ما شاء الله يعني رؤيه مو بس حق كاس العالم، مستقبليه راح تكون ان شاء الله يعني على 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 استضافات بتكون يمكن يعني نتكلم على اولمبياد او شيء، بس احنا نتكلم انه حاليا الكاس العالم، لكن احنا عندنا كثير من الملاعب اللي راح يكون لها تدشين. طبعا زي ما قلنا احنا بعض الدول تدشن لك ملعب او ملعبين وتعمل نوع من التعديلات في بعض الملاعب، لكن ما شاء الله دوله قطر لها يوم مثلا لها يوم رياضي يكون له مش موجود في بعض الدول. اخوي مبارك، احنا لو نبي نذكر الانجازات يمكن ما يكفينا ولا يمدينا، يمكن لو مهما تكلمنا انجازات وجهود جباره حقيقه، وتم تخصيص ايضا جوائز مشاهدينا الكرام للاسامي اللي بتحصل على مراكز او اللي يتم يعني اختيارها.
فكل الشكر لجميع من ساهموا في تنظيم هذا الاستفتاء وجميع الصحافات وجميع الإعلاميين اللي موجودين لتغطية هذا الحدث. مشاهدينا الكرام، شفنا معاكم لمحات من هذا الاستفتاء، وننتقل الآن إلى الزملاء في الاستديو. عودة للتواصل معكم أحبتنا من بعد تواصلنا مع زميلنا عمر الشمري، شكرا لك على هذه التغطية عمر، ما قصرت أحبتنا. عودة لفقرات برنامجنا في الضحى، وأولى هذه الفقرات راح نتكلم عن خدمة وشركة تقدم خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين وأيضا للزوار دولة قطر. شركة مواصلات كروة شبكة النقل الرسمية في مجال خدمات النقل البري المتكاملة في دولة قطر، رسالتها تقديم حلول في مجال المواصلات تتسم بفاعلية التكلفة والسلامة والوعي البيئي بما يعود بالفائدة على دولة قطر، يحقق رضا العملاء. للحديث أكثر عن هذه الخدمة، وأكيد الكثير منكم حاب أن يتعرف عن شركة مواصلات كروة، خلونا نتعرف على هذه الخدمات من خلال وجود ضيفنا المهندس علي عبد الله بهزاد، مدير إدارة العمليات بشركة مواصلات كروة. يا مرحبا فيك. الله يحييك أختي. يا أهلا ومرحبا فيك. نبتدي هذا الحوار ونتعرف أكثر على شركة مواصلات كروة، متى تم إنشائها والخدمات اللي تقدمها، ويهمنا أكثر أخوي علي أن احنا نتعرف على القسم اللي حضرتك مدير عليه، مدير إدارة العمليات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تأسست كروة في سنة 2004، وهي تقدم خدمتين أساسيات، اللي هو خدمة الباصات وخدمة التاكسي. طبعا بالنسبة لإدارتي هي إدارة التاكسي، فطبعا هي تبدأ السيارات يوميا خروجها من الشركة اللي هي شركة الأم، طبعا على مدار 24 ساعة دون توقف. دون توقف طبعا. نعم. طيب إذا احنا نتكلم أنها هي تخدم المواطنين والمقيمين وأيضا الزوار، كم عدد هذا الأسطول وكيف يتم توزيع على مناطق الدولة؟ نعم، حاليا طبعا احنا كنا البداية بس كروة كانت تقدم هذه الخدمة، فبعد دراسات في الشركة نفسها تم تقديم مناقصات لإشراك الشركات الوطنية اللي هي تدرج في قسم الفرنشايز. حاليا عندنا 4 شركات وطنية تقدم خدمة التاكسي. طبعا كل شركة عندها ما شاء الله أعداد كثيرة، أسطول كثير في تعداد التكاسي، ومن ضمنهم كروة اللي هي الشركة الأم. حاليا من خلال هذه الصور اللي نشاهدها على الشاشة، الأسطول المختلف أو السيارات المختلفة وأيضا الباصات اللي موجودة في شركة مواصلات كروة، وأيضا عندكم التاكسي المائي. نعم، هذا من ضمن المشاريع المستقبلية إن شاء الله. راح نبدأ فيها في الشهور القليلة إن شاء الله، اللي هو الباص المائي إن شاء الله. طبعا خليني أعطيك فكرة عن الشركات الوطنية اللي حاليا بدأت تعمل في خدمة التاكسي. عندنا 4 شركات، هي الإجارة، وإذا أنت لاحظت يكون الروف السيارة من فوق أزرق، وعندنا المليون اللي هي من فوق بتكون لونها العنابي، وعندنا ابن عجيان اللي هي الأزرق الغامق، وحاليا عندنا كارس اللي هي آخر شركة افتحت اللي الروف يكون لونها أصفر. فطبعا من خلال هذه الشركات ومع شركة كروة حاليا أتكلم لك عن اليوم، هناك 4000 تاكسي متواجد في عدد مش قليل. نعم، عدد مش قليل، وحاليا عندنا شركة جديدة راح تدخل إن شاء الله في الأشهر القليلة إن شاء الله. لكم كل التوفيق. نتكلم عن خدمتكم أو الخدمات اللي تقدمونها بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذه خدمة مميزة. نعم، احنا في الحقيقة حاليا عندنا اسطول أكثر من 6 سيارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحاليا الشركة في دراسة على أساس أن تزيد في هالاسطول للشريحة هذه اللي غالية علينا الصراحة، ولكن هي لأن
مشكلة السيارة هذه فيها أمور فنية اللي أنت ما تحصلينها جاهزة مصنعة من الشركة أو من المصنع نفسه، غير مهيئة بحيث أن هي تستقبل أو يتم وضع الكرسي الويلتشير أو الكرسي المتحرك. نعم. أو الأجهزة الأخرى اللي يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، فإحنا نضطر أن نشتري هذه السيارة ونركب فيها اللفت هذه على أساس أنها تساعد الويلتشير. طيب أخوي علي المهندس علي بهزاد، شاهدنا حاليا بعض المقتطفات لحركة سيارات كروة في الشارع. أكيد اللي راح يشاهدونا حاليا راح يقولون سيارات كروة أحيانا تتوقف توقف مفاجئ وبدون ما يعطون أي خبر حق السائق اللي وراهم أنهم راح يوقفون يستخدمون الدنجر أو أي إشارة ثانية. شلون تتلقون هذه، نقدر نقول بعض الملاحظات، ما راح نقول شكاوي، الملاحظات اللي تجيلكم من الناس بشكل عام؟ شوفي، هو في الحقيقة السائق قبل لا يبدأ في العمليات هناك يأخذ إلى دورة تدريبية، إن أهله تقريبا تأخذ الدورة لمدة 3 شهور قبل لا يروح على السوق. طبعا من خلال هذه الدورة اللي هي 3 شهور طبعا إحنا نأهله على السلوكيات، كيف التعامل مع الزبون وكيف يدل الأماكن. هذه هاي كلها موجودة صراحة من ضمن المواد اللي عندنا. فبعد ذلك يختبر بعد في نفس الوقت ذيك الساعة لما هو تعدى هاي الامتحانات هذه اللي موجودة عندنا في التدريب، ذيك الساعة هو ينطلق. فطبعا أنا يعني إذا كانت هاي الأشياء الشكاوي أنا يليت يعني الزبون يتصل على الشركة ويعطينا معلومات عن هذه الشركة. علي، على أي رقم بإمكانهم أنهم يتواصلون؟ على 4-5-5-8 4-5-5-8 بإمكانهم أنهم يتواصلون. نعم. ويقدمون الملاحظة. نعم. بإعطاء رقم سيارة التاكسي. نعم، رقم التاكسي. وإحنا يعني للأمانة نتخذ الإجراءات في نفس الوقت يعني. 4-4-5-2-8 وأيضا بإمكانهم أنهم يطلبون سيارة التاكسي. نعم، أكيد أكيد. بخصوص طلب سيارة التاكسي، يمكن تكلمنا قبل أن نطلع على الهواء على موضوع تخصيصكم أو تحديدكم للسيارات، إن كانت السيارات الكبيرة أو الصغيرة، إذا نتكلم عن السيارات الصالون أو الكبيرة. بعض السيارات يتم تخصيصها بحيث أنها تكون موجودة فقط في منطقة المطار، مطار حمد الدولي، وفي سيارات أخرى حتى لو اتصل الزبون وطلبها، نتكلم طبعا تحديدا عن السيارات الكبيرة، صعب أن يتم توفيرها. صحيح. نوضح هذه النقطة. في الحقيقة إحنا في شركة كروة حددنا هاي السيارات العائلية لمطار حمد الدولي، لأن أنت تدرين العوائل تجي معاها ومعاها شنطها، فكنا إحنا فكرنا إنه والله يعني هناك الطلب عليه كثير. فطبعا بالنسبة للطلبات اللي خارجة اللي هي المطار، الطلب قليل الصراحة. يعني ساعات الأسرة تروح مثلا 5-6 أنفار، يعني إحنا خلينا نقول أكثر شيء 4 أشخاص، يعني التاكسي العادي ممكن يعني يوفي في الشيء هذا. ولكن إذا كانت الطلب على السيارة هذه العائلية وإذا كانت متوفرة على طول تروح لها. طيب إذا تكلمنا عن الشنط، يمكن يكونون شخصين لكن مسافرين لفترة طويلة. نعم. فبالتالي راح يكون العدد الزائد للشنط اللي راح يسافرون فيها، فهل تراعون هذا الأمر؟ والله احنا يعني ماشيين على ستاندر معين، وبعدين السيارات هذه يعني إذا احنا نبي نقول أسرة وشنطة يعني يبي لي باص على أساس إنه يعني ألبي حاجاتهم. نعم. يعني أماكن الانتظار المهندس علي بهزاد، إحنا ملاحظين إن بعض الأماكن أو نقاط الانتظار اللي موجودة تحديدا في منطقة الكورنيش تكون مكيفة، لكن في الأماكن الثانية تكون مجرد وجود مظلة. نعم. تحمي الشخص اللي قاعد ينتظر. فهل في فكرة إنه يتم تكييف كل مناطق الانتظار؟ نعم، حاليا الشركة متعاقدة مع شركة بخصوص المظلات هذه المواقف، وإن شاء الله يعني الأمور راح تكتمل مع الشهور القادمة إن شاء الله بإذن الله. لأن أنت تدرين حاليا ما شاء الله الدوحة كلها مشاريع،
وهذه من ضمنهم المشاريع اللي ماشيه مع الجهات الاخرى اللي هو فيها التنسيق على اساس نحط نوضع المظلات على مستوى راقي. علي نقول الصبر يا جماعه، راح يكون في اماكن انتظار مهيئه باذن الله. ان شاء الله. وشركه مواصلات كروه ان شاء الله ما راح يقصرون مع الجميع. بخصوص بطاقه كروه الذكيه، ما هذه، نتعرف على هذه البطاقة أكثر. نعم، هذه البطاقة اللي هي طبعا للباصات، وهي فيها كيعني خدمة ومرونة سهلة على أساس الشخص اللي بيستخدم الباص، يعني هي يتم تعبئتها يعني نفسها لو كذا يعني، ويستخدمها يعني عادي. أخوي علي بهزات، أكيد في خطط في مشاريع مستقبليه بالنسبه لشركه مواصلات كروه. نعم. ودنا ان احنا نتعرف عليها، لانها في النهايه راح تخدم المستخدمين لسيارات كروه. طبعا حاليا احنا عندنا في كروه راح يكون توحيد الشركات الوطنيه هذه في كول سنتر واحد، على اساس تدرين بيكون تكون الشغله منظمه اكثر، ويكون يعني توافر التاكسي للجمهور يكون سهل وامر يعني سيلز في الموضوع. راح يكون هذا في رقم اتصال مباشر. نعم. واحد تحت مظله شركه مواصلات كروه. نعم. نعم. لكل الخدمات. لكل الخدمات. جميل. ان شاء الله. رساله توجهها، ما راح نقول عن السائقين، لان مثل ما تفضلت وحضرتك قلت مسبقا ان يتم تهيئه هذا السائق مسبقا قبل لا يطلع في الشارع بالسياره. نتكلم عن الناس اللي يستخدمون خدمة كروة، في نقطة معينة حاب أنك توصلها لهم من ناحية استخدام خدمات كروة؟ أنا للأمانة أحب من الجمهور في أي شك وأي ملاحظة يليت يوصلها يعني لنا عندنا في الشركة، لأن إحنا حاليا في طور الدراسات، في طور، وإحنا يعني دائما نعكف على ان احنا نقدم خدمه ترغب مستوى دوله قطر يعني، فياليت يكونون متعاونين معنا باذن الله. يعني موفقين. المهندس علي بهزاد مدير اداره العمليات بشركه مواصلات كروه على هذه المعلومات، واحنا استوضحنا من خلال وجودك ويانا عن الخدمات اللي تقدمونها والمشاريع اللي احنا بانتظارها بالتاكيد. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك على حضورك. يا مرحبا. يا مرحبا فيكم. فرصه سعيده. أحبتنا، من بعد هذه الفقرة الأولى في برنامجنا راح يكون عندنا فاصل، ومن بعده راح يكون عندنا موهبة، إبداع، قدرة جميلة من خلال تنمية هذه الموهبة من جانب الوالدين استطاعت أن تكون مبدعة. انتظرونا وراح تتعرفون على الطفلة اللي عمرها 9 سنين، الله يحفظها. عودة لتواصلنا وعودة للإبداع والقدرات اللي استطاع من خلالها الأبوين، الأم والأب، أنهم ينمون هذه الموهبة عن طفلتنا اللي موجودة معنا الحين. لا يزال الإبداع مستمر من دوحة الخير، وتحديدا عند أطفالنا المبدعين. المواهب فقط تحتاج إلى تسليط الضوء عليها وتشجيعها لتظهر إلى المجتمع. معنا اليوم طفلة قطرية تبلغ من العمر 9 سنوات، استطاعت بمساعدة الوالدين الوصول إلى نشر مجموعة قصص باللغة الإنجليزية. مش سهل أن الطفلة بعمر 9 سنين أن هي تألف، تكتب قصة وتحيك هذه القصة بشكل جميل. معنا زهرة فرج العبد الله، حياك الله يا زهرة. شكرا على الاستضافة والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تكلمين عربي ولا بس إنجليزي؟ عربي وإنجليزي. عربي وإنجليزي؟ ما تعرفين لغة ثانية؟ بلى. أي لغة؟ إسباني. ما شاء الله. ونرحب بوالد زهرة فرج نصيب العبد الله، حياك الله أخوي فرج. الله يحييك ويسلمك. يا هلا ومرحبا. طبعا أستأذنك بداية نبتدي مع زهرة مبدعتنا اللي موجودة معنا اليوم في الاستديو. زهرة يعني ما شاء الله عليك، نقول أنت في أي صف؟ صف الرابع. صف الرابع. وقبل أن نطلع على الهواء قلت لك من متى تتكلمين إنجليزي؟ من كنت 4 ونص. 4 ونص من الحضانة؟ لا كنت في الروضة. كنتي في الروضة. وش معنى حبيتي أن أنت تبتدين كتابة القصص بالإنجليزي؟ لأن كنت أول شيء لأن الشركة اللي أكتب لها كانت إنجليزية، وثاني شيء كنت أبي أكون مبدعة. تبين تكونين مبدعة باللغة الإنجليزية؟ ليش ما يكون باللغة العربية؟ عشان يعني
سهل ان تكتبين باللغه العربيه اذا هي لغتك الام. لكن انت حبيتي انك تخلين الموضوع شوي صعب بالنسبه لك وتكتبين بالانجليزي. ايوه. طيب شلون كان التواصل بينك وبين هذه الشركه اللي حبت ان هي نقدر نقول تحتضنك وتنتج لك هذه القصص؟ كنت ادور على الكمبيوتر قصص على 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 على, على الشبكه الالكترونيه، لان كل قصصي كانت يعني قصيره وخلصتها. فلما كنت ادور طلع نفس الأوفر، فانا سويت الاستبيان اللي طلبوه وتواصلوا معنا. طبعا انا اتمنى من كل اللي يشاهدونا يذكرون الله ويقولون ما شاء الله، يعني متحدثه بطلاقه، عارفه ايش تقول، عارفه افكارها مرتبه وباديه صح، والبدايه الصح دائما تكون من الام اللي نقول لها يعطيك العافيه. حاليا موجوده معنا في الاستديو لكن خلف الكاميرا، وايضا والد زهره اخوي فرج. تنميه هذه الموهبه عند زهره، بدايه نتكلم شلون اكتشفتها. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك على الاستضافه مره ثانيه. البدايه هي اول شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى، رعايه امها المتواصله، الدور الكبير ان اولادنا نعمه وامانه في نفس الوقت. فهم لبنة أو طينة سهلة الواحد يشكلها. البداية أن الواحد يكون يقضي أغلب الوقت معاهم، ويكون في هالوقت هذا مستمع جيد أكثر من متحدث. فالاستماع للأطفال أو الاستماع للأبناء بحد ذاته هذه يعني قدرة يعني تتميز بها الأم أكثر من الزوج، بحكم أن أنا أقضي أغلب الوقت بالمشاغل في شغلك وتقضي حاجات البيت واحتياجات العائلة، لكن لما ترجع وتستمع وتشوف أنها كانت تكتب لنا دائما رسائل حتى وهي صغيرة، يعني في الكندر جاردن وبالروضة من عمر الأربع سنين تكتب رسائل وتحط الرسالة من تحت الباب، ونقرأ الرسالة مثل أحبك يا بابا، أحبك يا ماما، وحشتوني. يعني هذه كانت بداية جدا جدا مشجعة، ولاحظت عندها الرغبة في القراءة. هي ما شاء الله عليها يعني قارئة نهمة. لو قريتي اللي هي كتبتها، أنا اطلعت على اللي هي طبعا كتبتها، ما شاء الله عليك يا زهرة، يعني إبداع نقدر نقول. تحديدا القصص اللي أنت تكتبينها عن شنو؟ شنو المواضيع اللي تحبينها؟ أحب أن أكتب عن المغامرات. المغامرات؟ إيش معنى؟ تحسين أن اللي في عمرك يحبون المغامرات؟ ايوه، وبعد لاني احب استكشف وايد. تحبين تستكشفين؟ طبعا احنا نشاهد من خلال الشاشه. شو اسم هذه القصه اللي عندي الحين؟ The Witch's Forest. شنو هي بالعربي؟ غابه الساحره. غابه الساحره. طيب عن ايش تتكلم؟ تتكلم عن ولد وبنت راحوا على في مغامره. راحوا في مغامرة. إيوه. ما تبين نقول التفاصيل صح؟ إيوه. بنحرقها صح؟ لازم كلهم يحصلون على هذه القصة ويقرونها. من اللي ساعدتك أنك ترتبين أفكارك ولا أنت بروحك يا زهرة؟ بمساعدة شوية من المدرسة، عشان كانوا يخصصون وقت حق القراءة والكتابة. بعد القراءة والكتابة. إيوه. أي حصة تحبين أكثر؟ الكتابة، لكن بعد القراءة عشان هي تعطيك أفكار، وبعد الكلمات تعطيك المرادف والعكس وهاي الأشياء يعني. طيب حاليا هذه القصة باللغة الإنجليزية، هل نتوقع أن راح يكون لك إصدار باللغة العربية؟ إيوة، أنا أطلع حق هاي الموضوع. ممكن تفكر فيه؟ طيب من دوري كوالد ان ارعى موهبتها، وايضا بعد من خلال خبرتي السابقه اني عملت سابقا كمدير الموارد البشريه ومدير للتطوير، حاولت اني اقصى ما ان انا اترك افكارها بدون اي تشويه او اي تحريف. يعني نقدر نقول ان من خلال هذه القصه ما في اي تغيير لافكارك الزهرة؟ اي تدخل لا مني ولا من امها نهائيا ابدا. طيب احنا نقول الأطفال في هذا العمر دائما يحتاجون إلى التوجيه،
حضرتك أو حتى والدتها بالتأكيد ما راح تقصرون معاهم، لكن هل استعنتوا بأشخاص مختصين في مجال كتابة القصص أو في طريقة كتابة القصة؟ باستثناء المراجع اللي كانت تجينا من الناشر اللي هم شركة أسترالية، وكانت تتواصل معنا عن طريق الإيميلات باستمرار، فكنت أراجع الأمور التعاقدية، الالتزامات المالية، الدفعات، الأمور هذه. لكن بخصوص هذا الشيء اللي نتمنى أنه يكون متوفر لنا، الحمد لله رب العالمين، الله حبانا بقيادة حكيمة، ومن ضمن رؤية قطر 2030 العنصر البشري هو أهم استثمار بالتأكيد، وهذا بالتحديد يعني اللي أنا استثمرت فيه. لما كنا ندفع الدفعات وكنا في وقت من الأوقات نقول والله ضايقنا ولا يطلبون وايد ولا ايش كثر، ولأن المشروع يعني استمر تقريبا قرابة السنة حتى شفتي المخرج هذا، ولكن بمجرد أول ما شفنا النسخة اللي جات نسينا كل حاجة. لكن فعلا مثل ما تفضلتي احنا محتاجين جدا جدا لتوجيه، محتاجين لناس ذوي خبرات يساعدون زهرة في إطلاق الطاقة الكاملة فيها، لأن ما زال عندها ما شاء الله أفكار، وحتى كلامها أن هذه بداية لسلسلة قصص. هذا اللي نتمناه. يعني حاليا أنا في يدي هذه القصة زهرة. شنو كانت الانطباعات بالنسبة لأصدقائك، هلك اللي من عمرك اللي معاك في البيت، وإيش رأيهم في هذه القصة؟ قروها نسبة كبيرة؟ قروها مو بنسبة كبيرة، لكن أول ما جت أول دفعة من الكتب أعطيناها من الكتب عشان يقرأ. إيش قالوا عن القصة؟ كانوا متفاجئين وعجبتهم. عجبتهم؟ طيب إيش راح يكون الإنتاج اللي بعد هذه القصة؟ في قصة حين قاعدة تكتبينها؟ إيوة. شنو هي؟ عن شنو؟ ممكن يعني نعرفها؟ عن شنو القصة؟ لا هي عن نفس الشخصيات عشان هي بتكون مثل سلسلة. تحبين المغامرات؟ أيوة. ما تبين شيء يكون كذي عادي، مثل يعني يمكن أفكارك زهرة مثل أليس في بلاد العجائب وتدخل في مغامرة أو من مكان لمكان، صح؟ بهذه الطريقة؟ أيوة. طيب إذا بنتكلم على زهرة في هذا العمر الحين تكتب قصص، شنو اللي تتوقع لها أخوي فرج؟ التوقع ولا اللي أتمنى؟ راح نكون شوي مبتعدين بخيالنا لأبعد مما هو حاليا إحنا فيه، يعني نقول عقب 20 سنة إيش تتوقع لها؟ والله اللي أتوقع أن هي إن شاء الله أساعدها، دوري كوالد أو كأب أن أنا أساعدها في أنها تنجز الحلم اللي هي تحلمه. فدائما لما زهرة كتبت باللغة الإنجليزية فعلا يعني كنت فخور جدا بها، أول حاجة المرحلة السنية اللي هي فيها، ثاني حاجة لأن أول حاجة هذا دين علينا حق قطر، ولأن قطر يعني ما قمنا نقارن نفسنا لا بالإقليم ولا قمنا نقارن نفسنا حتى المساحة الجغرافية ولا المساحة الإقليمية، مع احترامنا حق كل الدول والمساحة اللي احنا فيها، ولكن احنا دائما نسمو للعلا. الوالد يسمو إلى العلا. أنا سألت الوالد عن طموحه وتصوره، أنت وين راح تكونين بعد 20 سنة بإذن الله؟ طموحك يا زهرة وين حابة توصلين؟ أحب أوصل لدرجة أن أصير كاتبة مشهورة. ممكن تطمحين للعالمية؟ ممكن نقول زهرة فرج نصيب العبدالله الكاتبة القطرية العالمية؟ ممكن في يوم من الأيام؟ شلون ممكن؟ بالإصرار؟ بالإرادة؟ هو لازم يكون عندك طموح، ولازم ترشدين نفسك عشان اللي تبينه. إن شاء الله الله يوفقك يا زهرة، وأنا أتمنى لك كل التوفيق، وفي يوم من الأيام ألتقي فيك وحتى أطلب توقيعك، إيش رأيك؟ إن شاء الله. ليش تأثرت؟ هي عاطفية، ولما تفرح يعني دائما يعني نقدر نقول أن هذه دموع الفرح. دموع الفرح من زهرة. نعم. زهرة ما نبيك كلش طبعا تكون دموعك ما تكون إلا للفرح.
وانت بنوته راح تكوني مثال وقدوه لكل اللي يشاهدونك حاليا، وراح يكون عندنا اعاده للبرنامج الساعه 2. طيب الساعه 2 راح يتابعونا، وكل اللي راح يشوفونك الحين راح يقولون ودنا نكون مثل زهره، ايش رايك؟ واحده من المقترحات كانت ان من الشركه ان تقترح هذا، ان تحويل القصه الى فيلم كرتون للاطفال. في احلى من كذي؟ نشوف فيلمك ان شاء الله وتعزميني نروح انا وانت السينما نشوفه، ايش رايك؟ ان شاء الله مع بعض نشوفه، ولا تحرقين علي الفيلم واحنا نشوف. شكرا لك يا زهرة العبد الله، اتمنى لك كل التوفيق، انا فخورة جدا فيك، واتمنى كل عيالنا يكون عندهم هذه الموهبة الجميلة اللي احنا نفتخر فيها لوجودها عندكم، وان شاء الله يتم تنميتها من خلال الوالد والوالدة. ايضا نوجه لها تحية اخوي فرج العبد الله، شكرت لك حضورك ويانا وايضا تعريفنا على موهبة بنتك. شكرا لكم. أحبتنا الحين من بعد تعرف على موهبة الإبداع زهرة، خلونا ننتقل إلى هذا التقرير ومن بعد نواصل وياكم. أكبر تجمع لملاك جيب رانجلر ينظمون رحلة سفاري عبر الصحراء، رحلة يشارك فيها العشرات من مختلف الجنسيات ممن جمعهم حب هذه السيارة. الخطوة الأولى هي تجهيز المركبات للقيادة الوعرة وتسجيل المشاركين ومدهم بالمعلومات الضرورية عن أهمية الانضواء تحت هذا التجمع للاشتراك في فعاليات متنوعة تحظى بدعم وتشجيع من مركز مواتر التابع لوزارة الشباب والرياضة. مشاركات جدا رائعة، الأعداد وصلت فوق 115 مشارك لحد الحين، وبعدهم قاعدين يسجلون الشباب. كل الشكر لأخونا سالم الشامسي مدير جروب الجيب رانجلر وكل الأعضاء اللي موجودين معاه، وإحنا يهمنا التواجد الأمن والسلامة معانا. ظل هناك حزام الأمان والدبل شغال، تنسيم جاهز؟ يلا. حان موعد التحرك، الوجهة خور لعديد والجميع متحمس لبدء رحلة عبر رمال المنطقة. تنطلق السيارات لتنتظم في خط واحد ولتمر عبر كثبان ذهبية، يصل الجميع بسلام إلى منطقة الشاليهات، هي استراحة قصيرة للمشاركين ومكان لممارسة أنشطة متنوعة. مسؤول الفريق راضيان عن أداء المجموعة، فتنظيم فعاليات آمنة هي جزء من أهداف تشكيل هذا التجمع. نعلمهم بالخطوات والابتعاد عن المخاطر، وفي نفس الوقت أيضا نعلمهم على السيارة نفسها بسبب حكم الخبرة والتجمع اللي سويناه، تبادلنا الخبرات، فصار عندنا قدرة أن نعطيه من ناحية الميكانيكية، من ناحية الأمان، من ناحية تقوية السيارة. تعاود الرحلة انطلاقها بعد فترة الاستراحة وتصل بالجميع إلى مكان الاستعراض. يكتفي البعض بمتعة الفرجة ويرغب آخرون في الكثير من الشغف. المتعة هم جمعة الشباب، الأصدقاء طلعتنا مع بعض، أحيانا نطلع الخميس مبيت نرجع الجمعة، أصدقاء يعني. أول شيء نحن مثل العيلة صغيرة، كلنا على بعض، منخاف على بعض، كل الشغلات اللي نعملها بنعملها بطريقة آمنة. يحل المساء وتستمر المحركات في أخذ المشاركين إلى أجواء من الإثارة، فرياضة المواتر باتت تحظى بدعم رسمي تشجيعا للشباب على القيادة الآمنة. للتواصل معكم من جديد أحبتنا، وراح نتكلم في ثالث مواضيع حلقتنا اليوم. من خلال هذا الخبر أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن بدء عملية تسجيل وقبول الطلبة بالمدارس المستقلة والتخصصية حسب البرنامج الزمني الذي وضعته هيئة التعليم، حيث تم تخصيص تواريخ محددة لتسجيل كل مرحلة من مراحل التعليم.
راح نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع والتسجيل والشروط وغيرها من الأمور مع السيدة وردة محمد العقيل استشاري تعليم بالمجلس الأعلى للتعليم. حياك الله أختي وردة. يا هلا وسهلا. هلا بيك. يا هلا ومرحبا فيك. الكل في انتظار أنهم يتعرفون على التفاصيل، لكن أستأذنك دقائق بسيطة، راح ننتقل إلى زميلنا خليفة الرميحي اللي راح يطلعنا عن المكان اللي هو موجود فيه وسبب وجوده. صباح الخير يا خليفة. أنا الصوت التليفون يقطع. خليفة. نعم أصبح. نعم جاهز. صباح الخير زميلة أسماء، طبعا صباح الخير لكل متابعينا ومشاهدينا من خلال برنامج في الضحى وشاشة تلفزيون قطر. مثل ما وعدناكم احنا ننتقل من مكان الى مكان وعلى الهواء مباشرة حتى ننقل لكم الصورة الكاملة والواضحة. الان احنا متواجدين في برج طبعا المجلس الاعلى للتعليم في منطقة الدوحة الحديثة، وطبعا راح اشرح لكم او راح يشرح لكم باذن الله ضيفي محمد البن علي المدير التنفيذي لجمعية اصدقاء الصحة النفسية عن ما يجري اليوم في هذه القاعة. محمد صبحك الله بالخير، متشرفين فيك من خلال برنامج في الضحى. الشرف لنا اخوي خليفة وحياكم الله. اخوي محمد في البداية خلينا نتكلم عن هذه المسابقة وهذه الفعالية اللي طبعا بعد شوي ان شاء الله راح تنطلق، نتكلم عنها في البداية، كيف جات فكرتها وما الهدف منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهدف منها كان هي مفروض تكون على غرار اليوم الرياضي للدولة. فاحنا ايش سوينا؟ احنا كجمعية اصدقاء الصحة النفسية الرياضة لها دور كبير جدا في تخفيف التوتر والاعصاب اللي يصير على الانسان، وبالتالي حبينا نغرس هذا الشيء بين الطلاب. اطلقنا مسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بكل الطلاب المرحلة الثانوية في كذا يعني سيشن اللي هو البحث والقصة القصيرة والرسم. والحمد لله وزارة التربية والتعليم تعاونت معنا، ولما اطلقناه للمدارس لقينا صراحة قبول جيد من الطلاب في وتشجيع هذا لهم في نفس الوقت ان يكتبون ابحاث عموما، لكن نخصص الابحاث هذا حق اي شيء له متصل بالصحة النفسية. فجاتنا الابحاث، جاتنا القصص، جاتنا ابداعات الطلاب والطالبات بناتنا وعيالنا، ففرزناها وطلعنا الاوائل منها حسب كان الاتفاق بيننا بين التربية والتعليم، وصار عندنا ما شاء الله عدد كبير جدا من الـ الباحثين، خلينا نقول الواعدين في الدولة، وهذا الشيء يثلج صدورنا احنا كجمعية ويثلج صدورنا كدولة ايضا، ان الطالب مش بس فقط ان التربية يعني تعليم واكاديمي صرف، لا خليه يقرا وخليه يبحث وخليه يكتب باب البحث ويشارك المجتمع فيه. وبعدين الرياضة ترى مش بس يعني عضلات وبس، لا الرياضة بعد ترويح للنفس، ترويح للمزاج واخلاق وامور كثيرة، تشمل اشياء كثيرة. نعم. هذه ان شاء الله الحين خلينا نقول الباكورة في البداية هذه المسابقة، وأنا لقيت لها صراحة قبول جيد، حتى مجلس الإدارة على سمو الشيخ ثاني بن عبد الله والسيد حسن بن عبد الله الغانم وأعضاء مجلس الإدارة حبوا هذا الأمر، وإن شاء الله راح يشرفنا بعد شوي حسن بن عبد الله الغانم. فإن شاء الله راح يكون بيننا مرحلة لاحقة يكون في تعاون بيننا بين التربية والتعليم، بحيث يكون هذا ديدن سنوي نسويه مع الطلاب وطالبات المدارس، وكل سنة نختار موضوع مو شرط بس في الرياضة، في أمور كثيرة بس متصل بالجانب النفسي. وعلى فكرة ترى الجانب النفسي جانب كبير جدا، كبير ما تصورون شلون، يعني لو أطلقنا إحنا هذه الأبحاث كل سنة مع الطلاب المدارس كسبنا كذا عصفور. يعني أول شيء عودناهم على الأبحاث، وأنا أدري التربية والتعليم ما تقصر في هذا الأمر، بس عودناهم على بحث شيء خارج المنهج، هذه نقطة. النقطة الثانية هيئناهم أو أهلناهم للجامعة بكرة، يجين على أبحاث، يجين على مشاركات كثيرة مع أمور أكاديمية أكثر. وثلاثة عززنا إحنا موقعنا في المجتمع من حيث الصحة النفسية وتأثيرها على الفرد بشكل عام. نعم. أخي محمد كم عدد المشاركين في هذه المسابقة؟ عدد المشاركين كثير، لكن اللي فرزناهم حوالي يمكن 30-35 شخص اللي فازوا، لكن اللي شاركوا كثير، بس اللي فازوا تقريبا هذا العدد او اكثر، حتى ما يحضرني الرقم بالضبط، لانهم مقسمين في بحث وفي قصه وفي رسم. ان شاء الله السنه الجايه نوسع اكثر، يعني نخلي مثلا خاطره، نخلي شعر، يصير هناك من الخبرات الاكثر أكيد. مع الاحتكاك. نعم. واقامه هذه المسابقه بشكل سنوي. نعم. طيب نقول هذا التكريم، يعني الجوائز ايضا تستاهل، يعني ان شاء الله انها تستاهل وراح نفاجئ حتى الطلاب بالجوائز. انا صراحه عمت اني اخلص المبلغ كامل على الطلاب، احنا ما نبغي شيء، هذا حق الطلاب ويستاهلون. نعم. حتى بدا اشجع ان الطلاب مره ثانيه يشاركون،
أوعدك أن الجوائز راح تكون قيمة وحتى أفضل من قيمة. نعم. إن شاء الله. نعم. والهدف ترى مش الفلوس، أنا متأكد من الطلاب. نعم. الهدف المشاركة. أن المشاركة الطالب، ترى أنا كنت في يوم من الأيام طالب، كلنا كنا طلاب. نعم. الشهادة بالنسبة لي أكثر من الفلوس. نعم. نعم. طيب أخوي محمد، إحنا نتمنى أيضا يكون أصداءها عند من حضروا هذه المسابقات. نعم. كيف كان تفاعل الناس أو الحضور أو الجمهور بشكل عام عن هذه المسابقة؟ هو التفاعل طبعا كان كبير، يمكن انت تشوف احنا كان باقي لنا يمكن نص ساعه، يمكن انت شايف القاعه يمكن ما تبين، ماخذين احنا من الخلف. في الحضور ان شاء الله بيكون جيد، احنا متوقعين الحضور لا يقل عن 100 شخص ما بين طلاب ومشرفين. وكبدايه و100 شخص وتفاعل كبير وتعاون بين تربيه وتعليم، انا في تقييمي ان شاء الله راح نكون ناجحين جدا. ولا تنسى ان السنه الجايه لما نقوم اخطائنا، احنا بشر اكيد راح تكون في اخطاء وراح نقومها، السنه الجايه ان شاء الله اوعدك راح يكون اكثر واكثر. نعم. نعم. كلمه اخيره اخوي محمد بالنسبه للي ما شاركوا، وايضا توصيه منك لهم للمشاركين باذن الله في السنه القادمه. هذه فرصه لكم انتم يا يعني يا عيالي اخواتي واخواني، فرصه لكم انكم تشاركون، تبرز اول شيء تبرزون اسمكم، فرصه لكم انتم تاهلون نفسكم حق الجامعه، وفرصه لكم انكم تعودون على موضوع البحث العلمي، وفرصة لنا احنا كجمعية ان احنا ننتشر ما بينكم، لان عندنا خدمات كثير نقدمها بالمجان لهذا المجتمع اللي خيرا مهما عملنا ما راح نكون مقصرين. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للطلاب والطالبات او المدارس اللي ما شاركوا، السنة الجاية ان شاء الله شاركوا، ونوعدكم ان شاء الله باحداث وفعاليات اكبر، وهذا بعد انتم كمدارس تبحثون عن الانشطة، وهذا نشاط جاهز احنا نسوي لكم كل شيء، انتم بس على طبق من ذهب لهم. احنا بس يعني الفلوس الوزاره ما قصرت اعطتنا اياها، الابحاث العلميه هذه الدكاتره عندنا ما قصروا وفرزوها، وانتم الطالب عندكم استفاد انه سوى البحث ودرس وقرا وكتب، فالكل مستفيد ان شاء الله. نعم. نعم. اخوي محمد بن علي اشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم التوفيق في طبعا نهايه هذا الموسم وهذه المسابقه، ونتمنى لكم ايضا التوفيق في المشاريع القادمه باذن الله. ان شاء الله. وشكر لكم، لا شك انتم الاعلام طبعا وما ادراكم الاعلام بما حكمنا انا اعلامي وفاهم، وجزاكم الله خير وعساكم على القوه ان شاء الله. شكرا اخوي محمد، بارك الله فيك، ما قصرت. مثل ما شفتوا اخوي محمد بن علي المدير التنفيذي لجمعيه اصدقاء الصحه النفسيه يعني وضح لنا رؤى كثيرة في هذه المسابقة. نتمنى أيضا من خلال هذا البرنامج دعوة لكل من لم يشاركوا في هذه المسابقة للالتحاق فيها بإذن الله في العام القادم، ودائما نقول مبدعين لهالقطر. سامحوني علي قصور، والآن أرجع للزميلة العزيزة في الاستديو أسماء الحمادي. بالعكس يا خليفة، ما في أي قصور، كفيت ووفيت. وتحية لكل جمعية أصدقاء الصحة النفسية، نوجه لهم تحية. أحبتنا نرجع وياكم من جديد على موضوع التسجيل في المدارس المستقلة وأيضا التخصصية بوجود مستشارة التعليم من المجلس الأعلى للتعليم وردة محمد العقيل. حياك الله أختي وردة. هلا حبيبتي. الله يحفظك. مرحبا. الله يسلمك. بداية قبل أن ندخل في موضوع التسجيل وكل الناس بانتظار لمعرفة المعلومات عن موضوع التسجيل، نفرق موضوع المدارس المستقلة والتخصصية. في ناس مش عارفين المقصد من كلمة التخصصية. بسم الله الرحمن الرحيم. المدارس المستقلة هي نفسها المدارس المجانية التعليم اللي كنا نسميها مدارس الحكومية اللي كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم وتحولت لمدارس مستقلة. والمدارس التخصصية هي أيضا تابعة لمكتب المدارس المستقلة، يعني تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم وتابعة لإدارتنا كمكتب مدارس مستقلة. المدارس التخصصية هي عبارة عن أربع مدارس سموها مدارس تخصصية على أساس أن مواقع المواد اللي يدرسونها تكون مواد تخصصية أكثر بالإضافة للمواد الدراسية الأساسية. عندنا مدارس تخصصية المعهد الديني، قطر التقنية، مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال اللي كانت تسمى سابقا مدرسة التجارة الثانوية، وعندنا مجمع التربية السمعية. إذن التخصصية اللي هي تتخصص في مجال معين ويتم التركيز المواد فيه على هذا. أيوة. التخصص إضافة. نعم. إلى المواد الأخرى. نعم. طيب استعداداتكم لعملية ومرحلة التسجيل اللي هي بادية اليوم. نعم. طبعا احنا كمكتب مدارس مستقله وكمجلس اعلى التعليم لابد ان نكون مهيئين نفسنا ومستعدين استعداد تام لعمليه التسجيل المزمع البدء فيه ان شاء الله بدءا من اليوم. بس اعطي بريف، طبعا المجلس الاعلى للتعليم بكامل اداراته وهيئاته هيئ نفسه لعمليه التسجيل، بحيث ان احنا تم التنسيق من قبلنا احنا كلجنه للتسجيل، او كوني رئيس لجنه التسجيل
في التواصل مع الجهات او الادارات في المجلس على التعليم. عندنا مكتب الاتصال والاعلام، اداره تكنولوجيا المعلومات، اداره الخدمات المشتركه، وتم عقد العديد من الاجتماعات الداخليه والتجهيزات حق عمليه التسجيل، بالاضافه للتنسيق مع الجهات الخارجيه، ممكن نسميها المؤسسات الاخرى مثل المجلس على الصحه، مؤسسه العامه القطريه للكهرباء والماء والاخر. هذه كل هذه الجهات تعاونت معاكم في نعم هذه نعم المرحله من مرحله وهذا التسجيل. مطلوب مطلوب وبالتالي بالاضافه الى المدارس المستقله نفسها تم عقد دورات تدريبيه حق مشرفين قاعده البيانات المسؤولين عن نظام المعلومات للطلبه في التسجيل، مديرين المدارس او اصحاب التراخيص المسؤولين ايضا عن تسجيل الطلبه وقبول الطلبه في المدارس طيب المستقله. ورده ما شاء الله عليكم يعطيكم العافيه. نعم. على قدم وساق مستعدين لموضوع الحمد التسجيل لله مع الحمد كل لله. هذه الجهات اللي تفضلتي وذكرتيها. نعم. كيفيه التسجيل ونتكلم عن المده، راح يبتدي التسجيل من اليوم. نعم. ويمتد الى متى؟ كيفيه التسجيل والمده؟ التسجيل طبعا بالنسبه لنا احنا كخطه اجرائيه تم وضعها من قبل مكتب مدارس مستقله، التسجيل مر على 5 مراحل. نعم. المرحلة الأولى اللي بادين اليوم مرحلة الترحيل الآلي للطلبة المستجدين المترافعين من الصف السادس إلى السابع ومن التاسع للعاشر، وطبعا التمهيدي عفوا من التمهيدي للصف الأول الابتدائي للمدارس الابتدائية والنموذجية. هاي موضوع الترحيل الآلي اللي تم الطلب من المدارس المستقلة المستجدين اللي أول مرة يدخلون المدرسة، لا هذا نسميه ترحيل آلي اللي هو التسجيل المبكر. نعم. الطلبة اللي في الصف التمهيدي اوتوماتيكيا في النظام عندنا جميع اسماء الطلبه الموجودين في التمهيدي راح يتحولون للصف الاول الابتدائي. ما يحتاج تسجيل؟ لا هذا يعتبر تسجيل مبكر مبدئي. نعم. مثل ما نقول كحجز مقعد وكنوع يعني مثل ما تقولين داعم لولي الامر، بدل ما اولياء الامور قبل كانوا هم يدورون على المدارس في المرحله الجديده، احنا كمان سعر التعليم يسرنا عليهم فصار الموضوع ترحيل آلي للطلبه. جديده هذه الخطوه؟ لا هذه مش خطوه جديده، هي متبعه في الاعوام السابقه. نعم. واثبتت نجاحها ولله الحمد، لكن الشرط هذا مرتبط بنجاح الطالب، يعني ما يكتمل التسجيل للمرحلة الدراسية الجديدة إلا لمن ولي الأمر بالفعل يكون عارف أن ولده ناجح. يعني بعض أولياء الأمور يجون يقولون له أنتوا رحلتوا خلاص، حتى لو ولدي راسب خلاص. لا طبعا هو مرتبط بنجاح الطالب نجاح. كشرط أساسي للترحيل. نعم. الآلي هذه أول مرحلة بدأت اليوم، فجميع المدارس المستقلة طبعا المرحلة الإعدادية وعفوا المرحلة الابتدائية والإعدادية تشعر أولياء الأمور لطلبة الصف السادس والتاسع وفق نموذج يتم استخراجه من النظام المعلوماتي للطلبة في النظام عندنا، بحيث أن ولي الأمر يوقع يعتمد أنه هو راغب في أن ولده يترحل لهالمدرسة، فالمدارس تقوم بجمع هذه النماذج واعتماد القبول في النظام. وهذه المرحلة راح تنتهي على يوم الأحد، فياريت كل أولياء الأمور اللي حابين أن عيالهم يستمرون في المدارس سواء بالقبول أو بالرفض أن يبلغون إدارات المدارس. لازم يتم إخباركم مسبقا إذا حابين. نعم. أن عيالهم يستمرون في نفس المدرسة. نعم. أو نقلهم إلى مدارس أخرى. نعم لأن هذا. نعم. طبعا مرتبط أنه كأن الطالب يسجل مبدئيا في هذه المدرسة أو يرفض تسجيله، بالتالي راح يكون في شاغر لطلبة لهم أحقية في التعليم أيضا. طيب أختي وردة، مدة التسجيل راح تبتدي من اليوم وتستمر إلى؟ هو اليوم موضوع ترحيل آلي مش تسجيل، هو. نعم. تسجيل مبكر خاص بإدارات المدارس المستقلة. نعم. فقط ما لولي الأمر فقط أنه يبلغ المدرسة بقبول أو رفض الترحيل الآلي، هذه المرحلة. نعم. الأولى. المرحلة الثانية عندنا مرحلة تسجيل الأشقاء للقطريين وأبناء مواطني دول المجلس التعاون وأبناء القطريات اللي هو تاريخ 6 و7 مايو اللي هو الأربعاء والخميس على الأسبوع الجاي. نعم. المرحلة اللي بعدها اللي هو يوم الأحد 10 و11 و12 مايو يكون في التسجيل الإلكتروني اللي يفترض أن ولي الأمر يكون مهيئ نفسه على أساس أنه يعمل له اسم مستخدم وكلمة المرور على موقع التسجيل الإلكتروني. فإحنا راح نفعل موقع التسجيل الإلكتروني والفيديو اليوتيوب اللي يبين مراحل والإجراءات ونوفر دليل المستخدم أيضا لأولياء الأمور على الويب سايت، متوقع على يوم 3 أو 4 الجاي إن شاء الله بالتنسيق يعني مع مكتب الاتصال والإعلام. يفضل أنهم يشاهدون هذا الفيديو بحيث. نعم. أنه يكون عندهم فكرة عن الطريقة. نعم. السليمة للتسجيل. نعم. في. نعم. الموقع. أي نعم. هذا الموقع هل اهتميتوا أنه يكون
سهل بحيث ان الجميع يقدر انه هو يستخدمه؟ نعم، والاجراء اللي احنا اتخذناه طبعا الاخوان اللي في اداره تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مكتب الاتصال والاعلام عرضوا علينا الفيديو. احنا كموظفين وجبنا موظفين من برا ما لهم علاقه بمكتب مدارس المستقله، وعرضنا عليهم على اساس احنا نعرف وجهه نظرهم، هل انت فاهم الخطوات، على اساس نظره ثانيه حق شخص جديد. وبالفعل الحمد لله يعني ثبت ان الاجراءات سهله واضحه، ومش اجراءات جديده، نفس العام الماضي، لكن يمكن الشكل أو الشروط والمحتوى الكلام يعني متغير عن. طيب هذا هل استخدامي لهذا الموقع من خلال التسجيل في هذا الموقع يستغني عن حضوري إلى المدرسة؟ لا، عندنا طبعا قلنا 10 11 و12 مايو تسجيل القطريين دول المساعدين أبناء القطريات، وهم دائما لهم الأولوية. هذه مبدئي. نعم، وما لابد أن يراجعون يوم 13 و14 مايو أيضا في تسليم المستندات، بالإضافة إلى المرحلة اللي تليها، على أساس أن أولياء الأمور إذا ما لحقوا أن يسجلون تسجيل إلكتروني أو ما حابين يسجلون عن طريق الموقع يسجلون عن طريق المدرسة. طيب أنا كولية أمر شنو اللي مطلوب مني كمستندات، يعني أوراق معينة ممكن تطلبونها مني ولازم تكون موجودة معي؟ المستندات ووثائق التسجيل معروفة، وما شاء الله يعني كل أولياء الأمور تقريبا يعرفونها، نذكرهم فيها. الملف الصحي، الملف الصحي طبعا تم تنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومساعة الصحة. نعم. على الاستعداد في إعداد الملف الصحي بمراكز صحية بدءا من يوم الأحد الماضي 19 أبريل. الملف الصحي هو متطلب أساسي، لأن أصلا شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة راح يكون مربوط في السيستم التسجيل الإلكتروني مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. والشروط الثانية جواز السفر والبطاقة الشخصية والإقامة طبعا سارية المفعول غير قطري بالنسبة للمقيمين. أيوة، شهادة تثبت جهة العمل حق ولي الأمر، شهادة تثبت رقم الكهرباء، بالإضافة إلى شهادة نجاح نهاية العام الدراسي الماضي. هاي الشرط الوحيد اللي ممكن احنا نطلبه مع نهاية العام الدراسي. طيب لو قلنا أن أنا واحدة من هذه الطلبات مش موجودة معي، هل تعطوني مهلة أو وقت معين بحيث أن أنا أستوفي كل هذه الأوراق وأجيبها معي؟ وهذا يعني أمانة أنا أقول لك، إحنا شروط ومتطلبات التسجيل في النهاية إحنا نطلبها ليش؟ مش عشان إحنا نثقل على ولي الأمر، كثر ما إحنا مهتمين أن بالفعل أن هذا الطالب أو الطالبة اللي موجودة في المدرسة متسجلة بطريقة قانونية وصحيحة. يعني استيفاء كل البيانات. نعم، مرة كل واحدة، كل شروط ومتطلبات التسجيل مطلوبة، والدليل أن الملف الصحي تم يعني الإعلان عنه في الصحف المحلية أنه بادي من يوم الأحد. فأنت عندك يا ولي أمر من يوم الأحد 19 أبريل لين 10 مايو، يعني عندك مدة كافية تقريبا 3 أسابيع. ما يعني عندهم عذر. يفترض أن الكل يجهز ملفات الصحية. وأكد على نقطة جهة عمل ولي الأمر اللي حاليا يشتغلون طبعا في القطاعات الحكومية بالنسبة للغير القطريين، لأن ما عندنا تسجيل من قطاعات خاصة، لابد أن يجهزون الورقة. لا يقول لي عفوا المدير أو المسؤول والله ما عطاني واستثنوني، لا، ما عندك من الحين للأسبوع الجاي أطلب كتاب جهة عملك. شو هي أكثر الاستفسارات اللي توصلكم؟ يعني أكثر الأمور اللي دائماً أولياء الأمور عندهم نوع من عدم المعرفة بهذه المعلومات بالنسبة للتسجيل؟ الاستفسارات عادةً اللي يجون يعني ما بعارفين المدرسة اللي تابعة لهم. طيب شلون يعرفون؟ يعرفون عن طريق برنامج أين مدرستي، يتم تفعيله إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، متوقع على يوم جديد. الأحد. برنامج هذا موجود لكن محدث ومسوينه بطريقة سهلة، لأن العام الماضي واجهتنا مشكلة في أن بعض أرقام الكهرباء غير معرفة في النظام. لما يدخل ولي أمر رقم الكهرباء يبي مثلا ابتدائية بنات ما تطلع على المدارس، فيضطر أنه يراجعنا. كان في إشكاليات فنية تم. نعم. حل هذه المشكلة، فبالتالي تم أيوة مع المؤسسة العامة القطرية الكهرباء والماء، على أساس أنه يكون في يعني خيارات ثانية. يعني طيب يضيف رقم الشارع، يضيف في اسم المنطقة، فخيارات ثانية ممكن تسهل على ولي الأمر أن يعرف المدرسة اللي تابع لها. طيب أختي وردة، في رقم بإمكاننا أن احنا نتواصل معه لأي استفسار، أي ملاحظة، أي يعني ممكن أن أنتم ترشدون هذا الشخص بالنسبة لعملية التسجيل؟ نعم، عندنا طبعا احنا نسقنا أيضا مع مكتب الاتصال والإعلام، وتم تدريب موظفين الإدارة عندهم على كل ما يخص التسجيل واستفسارات أولياء الأمور المتوقعة. رقم الخط الساخن 155، وهو الخط اللي ممكن أولياء الأمور يتصلون عليه.
ونقدم لهم الدعمات. 155 155 نعم. يتصلون على هذا الرقم حق ملاحظاتهم، أي استفسارات خاصة بالتسجيل ممكن إحنا نفيدهم ونرد عليهم. مستشارة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أختي وردة محمد العقيل، شكرت لك هذه المعلومات وحضورك ويانا. الله يسلمك، مشكورة، جزاك الله. أحبتنا من بعد هذه الفقرة راح يكون عندنا فاصل، ومن بعدها نتواصل مع مشاركاتكم ورأيكم في سؤال حلقة اليوم، انتظرونا. رجعنا مرة ثانية لتواصلنا وياكم أحبتنا من بعد فقراتنا المنوعة اليوم في حلقة اليوم. كان من بين هذه الفقرات طفلتنا اللي كانت موجودة معنا وشوي كانت عاطفية نوعا ما وخلتنا نتعاطف معها في نفس الوقت، زهرة العبدالله، موهبة إبداعية جميلة عمرها 9 سنين، ومن هذه الموهبة طلعنا وياكم بهذا السؤال في حلقة اليوم: ما هي سبل تشجيع مواهب الأبناء وتنميتها؟ ولأن هذا الموضوع جدا مهم حبينا أن احنا نشارككم في حلقتنا اليوم على هذا السؤال وهذا الموضوع، تنمية مواهب الأبناء وتشجيعها. أول مشاركة ويانا باسم مستعار، دعمهم فيها كأن يشركوهم في دورات أو نوادي متعلقة بذات الموهبة، المدح الثناء على الموهبة ليفتخر بما قدمه الإبن أو الإبنة. نقطة إشراك الأبناء في الدورات أو النوادي المتعلقة بالتأكيد نحتاج دائما من خلال موهبة عيالنا أن احنا نتوجه إلى أهل الاختصاص حتى ينمون هذه الموهبة، وإذا ما كان لموضوع تنمية الموهبة أيضا في نفس الوقت يعطونا بعض الإرشادات، خاصة أن احنا أحيانا تكون هذه المواضيع جديدة بالنسبة لنا. أيضا علي، تربيتهم على الفضيلة أولا فلا فائدة من مواهب بلا تربية على الفضيلة، تسيير كل ما يريد الأبن لإكمال طريقه نحو موهبته المتوجه إليها، توجيهه نحو طرق أفضل، ويجب أن يعلم أن يعلم عن إيجابيات وسلبيات هذه الموهبة التي سيتوجه إليها. نقطة تعليم الإيجابيات والسلبيات أحييك عليها أخوي علي، نقطة جدا مهمة لازم نركز عليها. بريق الذهب، لا شك فيه أن كل أسرة تريد أن يصبح طفلها شخص ناجح في المستقبل قادر على تحقيق طموحاته أهدافه، فكل أسرة تحب أن يكون طفلها مبدع ناجح مميز عن الآخرين لكي يفخروا به، وفي معظم الأوقات يكون دور الأسرة فعال في هذا الشيء. ليش نقول في معظم الأوقات؟ بالعكس، في كل الأوقات للأهل للوالدين، أيضا نقدر نقول لجميع أفراد الأسرة، العم الخال أي فرد موجود في الأسرة ممكن يكون الدعم وأيضا السند لهذا الإبن من خلال توجيهه وإعطائه بعض النصائح. شيخه، إدخالهم دورات تعليمية للشيء اللي يحبون يسوونه، أمارس هوايتهم معهم. موضوع المشاركة نقطة جدا جميلة منك يا شيخة، لازم يكون في مشاركة ما بين الأهالي مع أبنائهم، أيضا الأصدقاء مع أصدقائهم من أصحاب المواهب. ممكن أنا أكتشف أن أنا في نفس الوقت أحب هذه الموهبة أو هذه الهواية، فبالتالي ننميها مع بعض. أحبتنا للأسف بسبب الوقت ما نقدر أن احنا نقرأ كل المشاركات، لكن الشكر الجزيل لكم لمشاركتكم ويانا في حلقة اليوم، إن كان من خلال المشاهدة وأيضا من خلال التواصل من خلال وسائل التواصل. باكر راح يتجدد اللقاء في نفس المكان ونفس الزمان، فلذلك أقول لكم بحب وابتسامة مع السلامة.